لماذا فقدت شعور المتعة بعد إنجاب طفل من ذوي الإعاقة؟ إذا عرفنا أن المتعة هي من قيم الروح الجميلة، والروح بطبعها تحب تستمتع، لكن يا ترى إيش اللي يمنعها من أنها تعيش هذا الشعور أو هذا القيمة؟ بالنسبة لأولياء أمور الأشخاص ذوي الإعاقة اللي وردني منهم هذا السؤال، جوابي هو كالتالي: أحياناً تتسبب ولادة ابن من ذوي الإعاقة بصدمة لأحد الوالدين، وتظل آثار هذه الصدمة التي لم يتم معالجتها بشكل صحيح أو التحرر منها بالطريقة المناسبة هي ما يمنع شعورهم بالمتعة. أحياناً أيضاً ما يمنع من الشعور بالمتعة هي صورة في العقل اللاواعي. هذه الصورة هي لولي أمر طفل من ذوي الإعاقة حزين ومهموم، سبق أنك قابلت هذا الشخص أو تكلمت معه أو قرأت قصته أو يمكن شاهدته على التلفزيون. وممكن ما يمنع من الشعور بالمتعة هي فكرة، هذه الفكرة تقول أخاف إذا استمتعت يلومني الناس، يقولون مثلا ما تدري عن ولدها أو هي مبسوطة وابنها دايم مع الخادمة، فمن الأفضل أنه أنا ما أستمتع. أو ممكن إذا استمتعت راح أخسر كثير من المساعدات أو التعاطف اللي كان يقدم لي، أو ممكن أخسر وقفة زوجي أو وقفة زوجتي اللي دايم بجنبي تساعدني وتساندني وتطبطب علي. وأبغاك تلاحظ هنا أن الشعور بالمتعة هو شعور بالداخل، ليس بالضرورة أني أخبر الناس به أو أني أظهره بمظهر مبالغ فيه. أيضاً ما يمنع من الشعور بالمتعة هو شعور آخر، مثل شعور الخجل من إنجاب ابن من ذوي الإعاقة، أو لوم الذات والشعور بالذنب، أو حتى شعورك بالغضب على المجتمع أو المؤسسات التعليمية اللي ما قدمت خدمة جيدة لابنك ذوي الإعاقة.